مشاهدينا، وللحديث عن قرار وزير التعليم العالي الجديد في العراق على افتتاح كليات طب أهلية جديدة وتخفيض معدلات القبول وانعكاساتها على القطاع التعليمي والطبي في البلاد، معنا من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هل هناك مبرر بالفعل لكل هذه المخاوف التي تطرحها الجهات الأكاديمية والأطباء من افتتاح كليات طب أهلية جديدة، ولماذا لا تعتبر مكسبا جديدا للبلاد؟ أهلا وسهلا بك وبقناة الرافدين ومشاهديها الكرام. حبيبنا، مسألة الافتتاح أي كلية لها هدف، جامعة لها هدف، قسم إلى هدف، تخريج طلاب أن يكونون عنصر فاعل للمجتمع ويكونون متعلمين ويرفدون الدولة ومؤسساتها بمؤهلات جديدة واختصاصات متقدمة، وليس أنه تأتي بافتتاح كليات أو جامعات هي بؤرة للفساد والتسول واللصوصية والمحسوبية. فكيف أنه تبني مجتمع متماسك علمي مؤهل لأن يلعب دور أساسي في بناء المجتمع؟ هذه حقيقة لأول مرة تحدث في العراق بعد أن كان العراق يشار له بالبنين. الآن الكليات بقية الكليات ما يقول أنه تعاني الأمرين، سواء الاقتصاد، السياسة، الاجتماع غيره. النوب رجعوا على أهم مفصل في الدولة العراقية وهو الطب. الطب هو يلعب دور أساسي في بناء المجتمع، ولذلك أنه جاء بعصابتي من عصائب أهل الباطل ليكون وزيرا للتعليم. ما هكذا تورد الإبل. طيب والله في هذا الإطار أيضا، يعني هل كان قرار وزير التعليم العالي بخفض معدلات القبول بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، هل كان في مصلحة البلاد ومصلحة الطلبة؟ أخي الكريم، أين المصلحة؟ هذه كما نوهت هي هذه للسرقة، وباب مثل ما يقول سرقة المواطنين وجيوب المواطنين، وجعل المجتمع مجتمع متسول، مجتمع فاقد للتعليم بعد أن كان العراق. شوف أخي، أريد أنطي لك فد مثل. عام 86، ولو يمكن خارج السياق ولكن هو في داخل السياق في نفس الوقت، 86 عندما جئنا إلى بريطانيا لنقدم للدكتوراه، العراقي أنه مباشرة لن يدخل لمدة سنة اختبار حتى يروح للدكتوراه مباشرة، في حين الأردني، المصري، السوري يبقى سنة كاملة تحت الاختبار حتى يذهب إلى أما الآن فأعتقد في أدنى سلم التعليم الرديء هو في العراق، ولذلك أعتقد كثير من الجامعات التي لها باع في المجتمعات العالمية لن تقبل الطالب العراقي. طيب أيضا دكتور، هنا يعني مشروع إنشاء 20 كلية أهلية للطب في محافظات العراق ستكلف الدولة كثيرا أو تكلف المستثمرين أموال طائلة، لماذا لا يتم تحسين جودة التعليم في كليات الطب الحكومية أو حتى الأهلية الخاصة اليوم، والعراق خرج من التصنيف العالمي للجامعات، وفي نفس الوقت يريدون افتتاح جامعات جديدة والجامعات الحالية تعاني من قصور كبير في التعليم؟ هذا سؤال مشروع وسؤال جيد، لكن منه القائمين على إدارة الكليات الطبية، الكليات العلمية، منهم الذين ابتلى بهم العراق. أولا هم أميين
أحد هذا وزير التعليم العالي حسب كل المعلومات التي لدينا أنه أخذ ما يسمى بشهادة دكتوراه من لبنان. نعم. بمبالغ طائلة، وليس مؤهل وليس له تأهيل سوى إعدادية، فكيف أنه تريد من هذا الشخص أن يقود وزارة التعليم، وزارة التعليم التي لها الدور الأساسي في بناء المجتمع وفي بناء الثقافة وفي بناء العلم، فكيف تريد أنه هذا شخص جاهل؟ نعم. هذا شخص عصابتي. بالحديث دكتور نعم عن بلغة الأرقام، هناك أو الأعداد من الكليات التي يراد إنشائها أو الحالية، هناك إحصائية تشير إلى أن أعداد الأطباء سيصل إلى أكثر من 100,000 طبيب في السنوات الخمس المقبلة. هل تعتقد دكتور؟ 2027. نعم. هل تعتقد دكتور أن البنية التحتية قادرة على استيعاب كل هذا العدد من الأطباء وتوظيفهم وتوفير لهم فرص للعمل؟ هذا جيش من العاطلين أخي الكريم. هنا في بريطانيا ماكو هيك أعداد. نعم. هنا في بريطانيا ماكو هيك أعداد. طيب. في فرنسا ماكو هيك أعداد. نعم. في ألمانيا ماكو هيك أعداد. سوى أنه العراق أخي الكريم ليس لمستوى العلم وليس هدف العلم، وإنما الهدف الأساسي هو اللصوصية وسرقة المال وتعبئة جيوب الفاسدين من هؤلاء الميليشيات ذيول إيران التي بعث لنا بها الغرب الله لا يوفقه في جميع المجالات، وخاصة أمريكا التي أرسلت قذارة الأفراد والشعب العراقي ليحكموا ويستسيدوا على العراق الجريح. تكلمنا دكتور عن كليات الطب والمجموعات الطبية بصورة عامة، ماذا عن مستقبل الجامعات بصورة عامة والجامعات كلها وتقييمها على المستوى العالمي؟ هل تعتقد أن الوزارة اليوم هي قادرة على النهوض بواقع التعليم والعملية التعليمية الجامعية في العراق؟ احنا الآن نتحدث في عام 2022. نعم. وإن شاء الله سترى أنه المجتمع العراقي بما يحكمه من هؤلاء السفه واللصوصيين والغير متعلمين والذين أتوا صدفة لحكم العراق، هذا العراق الذي له باع في العلم والثقافة والتربية، إنه سيبقى جريح إلى أن تزول هذه الوجوه التي ابتلى بها من والتي أرسلها لنا الغرب لحكم العراق العظيم. إيران ستبقى داعمة لهؤلاء الذيول ولا تريد في يوم من الأيام أن ينهض العراق ليحرر نفسه من هؤلاء الفاسدين. من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.